حتى بعد صدور حكم أدانه لأنه لم يقدم أي دليل على اتهامه الوزير جبران باسيل بالفساد، وتقاعس عن الحضور إلى المحكمة، هو الذي كان يوماً وزيراً للعدل، عاد أشرف ريفي ليكرر الأغنية ذاتها متهماً باسيل بأنه الفاسد الأكبر، ومتحدثاً عن فساد في قضايا الكهرباء والسدود والانتخابات، بالإضافة إلى تقاضي أموال إيرانية لأنه وفر الغطاء المسيحي لحزب الله، ومن جديد بلا أي مستند أو وثيقة. وكان الأجدى بريفي رحمة بالمصداقية أن يرفع مستنداً واحداً أمام الرأي العام، لكن المدير العام السابق للأمن الداخلي لا يفعل كل ذلك من باب النكد السياسي وحسب، بل لأنه جاسوس عند الأمريكيين، يقول الصحافي سالم زهران لصوت المدى. أنا بيعني لي مسألتين. المسألة الأولى، أمريكي طلع يقول مكافأة 10 مليون دولار لكل واحد بدلع حزب الله، على السريع وقف أشرف ريفي يقول أنا أول جاسوس، أنا ما في يسميه إلا جاسوس. اثنين، أنا بيعني لي أن اليوم في مواطنين لبنانيين عايشين بالخليج، عايشين بالولايات المتحدة الأمريكية، مسيحيين. شو عم نقول نحن؟ عم نقول للمجتمع الدول الأمريكان شرفوا حطوهم بدائرة الشبهة. أشرف ريفي بتصريحه امبارح ما كان عم بمارس سكت سياسي على الوزير جبران باسيل، لا، كان عم بمارس جريمة بحق كل الوطن اللبناني، لأنه عم بيقول الإدارة الأمريكية نعم لبنان متورط. وزهران لم يفعل مثل ريفي، بل هو ذهب بوثائقه إلى القضاء، وهذه الوثائق تشمل ملفات فساد مالية وعلاقات مع المجموعات الإرهابية وأكثر تطاول ريفي. بكرة على بكرة ينزل لواء أشرف ريفي عند الرئيس علي إبراهيم مدعي العام المالي، حط عنده الملفات، وبطريقه هو نازل عند الرئيس علي إبراهيم فرض مرة يستمع له برأب القرار اللي أخذه، آخر قرار وقت كان مدير عام قوة أمن داخلي اللي رقمه 4355 اللي مضى فيه لواء أشرف ريفي إذن للمديرية الخدمات الاجتماعية اللي رصرفوا 877 مليون ليرة للنقيب الرفاعي اللي هو مرافقه الشخصي، وبعدين تبين إنه هيدا المزوط يلي صرف له اللواء أشرف ريفي لمرافقه 877 مليون ليرة ليشتريه توقف يلي بصدر هيدا المزوط لأنه مش مسلمه، واعترف عند الرئيس علي إبراهيم هذا التاجر إنه عاطي إكرامية للنقيب الرفاعي. طيب التاجر فات على الحبس والنقيب بعده عم بكذر معه لأشرف ريفي. أنا أشرف ريفي باختصار مش حقك تقول للمجتمع الدولي إنه مطارنا منه آمن، بتهرب فيه مصاري، إنه جزء من اللبنانيين المسيحيين هن بيقبضوا فلوس من الإيرانيين ومن حزب الله بهذه اللحظة اللي فيها موجة عقوبات، مش حقك تهدد أمننا الاقتصادي. أنا بطلب من القضاء إنه يسرع هذه الجلسة اللي صارت مأجلة مرتين تصير المرة الجاية، ويستمعوا لقادة المجموعات التكفيرية كيف كانت مرته لأشرف ريفي، وأشرف ريفي يتواصلوا مع هالمجموعات. أشرف ريفي عنده يقول جبران باسيل فاسد، ياخذ هالملفات وأنا رح أكون أول واحد حدي ينزل فيه عند المدعي العام المالي. يلعب ريفي لعبة تشويه صورة باسيل والتيار الوطني الحر من ضمن لعبة أكبر منه وأكبر من لبنان حتى، وباسيل يلجأ مجدداً إلى القضاء طالباً من محاميه اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بعد تكرار ريفي للجريمة ذاتها.